مساء الخير على كل اللي بيشوفونا على شاشة أكسترا نيوز وحلقة جديدة من الإبداع في مصر. في برنامجنا هنا مش هتلاقوا غير فن وثقافة، ومش بنجري ورا ترند، ومش هنقدم غير كل دعم للمبدعين في مصر. أحمد عز ينشأ في دار للأيتام ضمن أحداث فيلم الملجأ. عودة أوبرا عايدة على مسرح النافورة. معرض ملابس عمر الشريف في مهرجان القاهرة. شرم الشيخ الدولي للمسرح بيحتفل بإيطاليا وثقافتها وفنونها في دورته السابعة. فرقة أوبرا القاهرة هتفتتح موسمها الجديد بالعرض العالمي الخالد أوبرا عايدة للموسيقار الإيطالي فيردي، وهو من إخراج هشام الطلي، وده لمدة 4 ليالي يوم الثلاث والأربع والخميس والجمعة 27 28 29 و30 سبتمبر على مسرح النافورة. بيؤدي شخصيات الرئيسية السوبرانو إيمان مصطفى، وده بالتبادل مع البلغارية إلينا باراموفا في دور عايدة، والتينور الإيطالي داريو ديفاتري بالتبادل مع عمرو مدحت في دور راداميس. أوبرا عايدة اتكتبت مخصوص عشان تتقدم ضمن الاحتفالات بافتتاح قناة السويس سنة 1869، وظهرت للنور لأول مرة على مسرح الأوبرا الخديوية في 24 ديسمبر سنة 1871، وهي بتعد نموذجاً لتفاعل المبدعين الأجانب مع التاريخ والحضارة الفرعونية، وبتخلد انتصارات المصريين على الأحباش. كمان بتجسد الصراع بين الواجب والعاطفة بعد ما بيقع قائد الجيش المصري راداميس في غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد ما اتأثرت. فريق كايروكي بيستعد لتقديم كذا حفلة في جولة غنائية بأمريكا، وأول حفلة ليهم هتكون النهاردة الجمعة في نيويورك. كايروكي قدموا مجموعة من حفلات ناجحة جداً الفترة اللي فاتت في مصر، وهم من أشهر الفرق الغنائية في مصر، وبدأوا بشكل رسمي في 2003، وبتتكون من 5 أفراد هم أمير عيد، شريف الهواري، تامر هاشم، وآدم الألفي، وشريف مصطفى. فدرة بتواصل تصوير دورها في مسلسل إيجار قديم مع شريف منير، ونشرت أول صورة بتجمعها بشريف من كواليس العمل، واللي بتجسد فيه شخصية كاميليا، وهي 6 أرستقراطية بتقع في حب شريف اللي ساكن في عمارة بتدور فيها معظم أحداث المسلسل. مسلسل إيجار قديم بطولة محمد الشرنوبي، صلاح عبد الله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، والتأليف لعمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، ومن إنتاج كريم أبو ذكري، وهيتعرض على إحدى القنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر أكتوبر اللي جاي. العمل دراما اجتماعية من خلال حكايات إنسانية بتحصل في عمارة سكنية بيسكنها أبطال المسلسل بنظام الإيجار القديم. راكين سعد وصديق صخر انتهوا من تصوير مشاهدهم في مسلسل اتزان، وده تاني مشاركة ليهم مع واتشت بعد النجاح اللي حققوه في مسلسل ريفو، واللي تصدر ترند المنصة طول فترة عرضه، ومن المقرر ان المسلسل ده يتعرض على منصة واتشت خلال الأيام اللي جاية. ومعانا دلوقتي على تليفون الفنان صدقي صخر عشان يكلمنا عن المسلسل وتفاصيله. صباح الخير يا صدقي، والف الف مبروك على مسلسل اتزان. عايزينك بقى تكلمنا عن تفاصيل المسلسل وتحكي لنا كده شويه حاجات عليه. الله يبارك فيكي. مسلسل اتزان مسلسل كله صراعات نفسيه، يعني يمكن احداثه ليها علاقه بانه في عيله بعد ما الاب بيموت بيكون في مشاكل عن الورث، وانا شخصيتي انا بلعب دكتور نفسي، فبعالج شخصيه رحمه اللي بتقوم بيها راكين سعد، وطبعا انا الكاركتر اللي بلعبه هو شخص ذكي جدا، واثق من نفسه، وشخص تقيل، بس طبعا في مشاكل، يعني بيعاني برضو من مشاكل مش عايز اتكلم عنها قوي ولا احرق، بس بنشوف من خلال الاحداث ازاي انا بواجه المشاكل دي، ازاي بقوم بعلاج ركيك، يعني كل ده بيتبان احداثه في المسلسل. مسلسل اخراج استاذ شادي عبد السلام، كتابه تسبيح وسيد،
وطبعا اعمال واتشت الاصليه، واتمنى انه يعني يعجب الناس تثق. طيب هل ده استثمار من واتشت للنجاح الكبير اللي عمله مسلسل ريفو؟ الحقيقه يعني انا عايز اقول لك حاجه، انه انا واتشت جت واتكلمت معايا في الدور ده قبل ما ريفو يتذاع، وقبل ما نشوف النجاح اللي ريفو حققه. يعني كلنا كنا متوقعين ان هو عمل ناجح، بس ما كناش شايفين لسه اثر النجاح ده وحجمه. فانا مش هنكر ان هو استثمار من واتشت، بس هو استثمار كان ليه علاقه اكتر بالاشخاص اللي يمكن واتشت كانت مؤمنه بيها. يعني ده بان من اول ريفو نفسه. فانا شايف ان واتشت شايفه بتستثمر فعلا في مواهب شابه وبتؤمن بيها وبتقف جنبها وبتنميها. فانا شايف ان ده حاصل معايا وحاصل مع ركين ومع كذا حد، وشايف ان ده مفيد بصراحه للساحه الفنيه جدا. طيب صدقي، انت شايف ان المنصات بقى ليها جمهور كبير، رغم ان المنصات دي مش بيكون ليها الدعاية بتاعت التلفزيون والبروموهات وغيرها اللي بتزود المشاهدة وبتعرف الناس بالمسلسل؟ بصي، هو الحقيقة انه دلوقتي بقت المنصات بقت امر واقع، واحنا من سنتين ثلاثة ما كانش في منصات خالص. دلوقتي بقى عدد المشتركين بالملايين، ففعلا المنصات بتكبر جدا وقاعدتها الجماهيرية بتزيد، والناس وبقت كمان سهله ومتاحه لكل الناس. يعني حتى ما هياش حاجه غاليه او مكلفه، والناس دلوقتي بقت كلها عايزه تتفرج على الحاجه اللي هي عايزاها في الوقت اللي هي عايزاه. وبقى عندنا انتاج سخي مغطي السنه كلها، مش مزنوقين في سيزون واحد. فدي كلها مزايا كبيره جابتها لنا المنصات. والمستفيد الحقيقه هو الجمهور، لانه بقى في تنوع في المضمون اللي بيتقدم موجود على مدار السنه، وفعلا العمل الكويس بيتشاف، الناس بتتكلم عنه، بيعمل دعايه لنفسه من غير ما يتعمل له دعايه حتى بالطرق التقليديه. فلا، انا شايف انه انا بشكل شخصي يعني اهتم ب العمل عامل ازاي ومضمونه عامل ازاي والقيمه الفنيه بتاعته، بغض النظر هو هيتقدم على منصه او هيتقدم على تلفزيون بشكل تقليدي، لانه فعلا العمل القوي هينجح وهيتشاف. طيب احنا بنشكرك يا صدقي جدا جدا على مشاركتك معانا النهارده، ودايما في تألق وتقدم دائم ان شاء الله. ميرسي خالص. مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بيحتفل خلال دورته السبعة بإيطاليا وثقافتها وفنونها، وده خلال فعاليات الدورة اللي هتتعمل نوفمبر اللي جاي. المهرجان بيرأسه المخرج مازن الغرباوي، وهتتعمل دورته اللي جاية في الفترة من 25 ل 30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ. رئيسة المهرجان الشرفية الفنانة القديرة سميحة أيوب. النجم العالمي من أصل مصري رامي مالك حضر العرض الأول لفيلمه أمستردام، وده مع النجمة مارجت روبي، وهو العرض اللي كان مليان نجوم. الفيلم بتدور أحداثه في ثلاثينيات القرن العشرين، وبيضم كمان نجوم زي كريستين بيل، تايلور سويفت، روبرت دينيرو، والإخراج لديفيد أو راسل. فيلم أمستردام أحداثه بتدور حوالين طبيب وممرضة ومحامي، هم أصدقاء ومشتبه فيهم بشكل رئيسي في جريمة قتل حصلت في الثلاثينيات. أحمد عز بيستعد لتصوير أحداث فيلمه الملجأ، واللي بيتعاون فيه مع المخرج شريف عرفة، وبيشاركوا في البطولة الفنان الكبير ماجد الكدواني. أحمد عز بيقوم في الفيلم ده بدور شاب نشأ في دار أيتام، وبيجتمع في الفيلم ده مع ماجد الكدواني وشريف عرفة للمرة الثانية على التوالي، وده بعد تقديمهم لفيلم الجريمة. عز بيتعرض له دلوقتي فيلم كيرة والجن اللي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بوصوله لأكثر من 114 مليون جنيه لحد دلوقتي. أما ماجد الكدواني فبيستنى عرض فيلمه الجديد فضل ونعمة يوم 5 أكتوبر اللي جاي، وبيشارك في بطولته هند صبري ومحمود حافظ ومحمد رضوان وياسمين العبد، ومن تأليف أيمن وطار وإخراج رامي إمام.
الفنان الشاب كريم قاسم والمخرج تامر عاشري شاركوا في تنظيف نهر النيل وبناء أكبر هرم من البلاستيك المضغوط، وده ضمن مبادرة فيري نايل اللي بتهدف لتنظيف النيل من المخلفات. وعلى مدار 45 يوم تم جمع 225 ألف إزازة بلاستيك و7000 كيلو من المخلفات، وكمان شاركوا في ورشة تعليمية لكيفية إعادة تدوير المخلفات البلاستيك عشان يخرجوا منتجات جديدة ممكن استخدامها. كريم وتامر مؤمنين بالدور التوعوي للفنانين، وشاركوا مع فريق مكون من 60 صياد في المبادرة دي احتفالاً بيوم التنظيف العالمي. وكان كريم قاسم انضم لمبادرة فيري نايل من 3 سنين وشارك في العديد من الأنشطة والفعاليات اللي بتخدم البيئة. مبادرة فيري نايل اتأسست في 15 ديسمبر 2018 بنادي التجديف بالدقي، وده بالتعاون مع 300 متطوع ومتطوعة تمكنوا من إزالة أكتر من طن ونص من النفايات في 3 ساعات. النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قال إنه تواصل مع طارق ابن النجم المصري العالمي عمر الشريف، وده عشان يعمل معرض لملابس والده ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي. ووضح حسين فهمي إنه وصل له لحد دلوقتي طقمين من ملابس النجم عمر الشريف، الأول لبسه في فيلم دكتور زفاجو والتاني من فيلم فاني جيرل، وقال إنه هيوصل له المزيد من الملابس اللي لبسها عمر الشريف في أشهر أفلامه. نجاح الموجي كوميديان أصيل وممثل عظيم بدأ حياته مع ثلاثي أضواء المسرح، وأمتع المشاهدين بعشرات من الأعمال الناجحة وهو واحد من أبرز فناني جيله. امتلك موهبة كبيرة جداً قدمها في أدوار كتير ما بين الكوميدي والتراجيدي، سواء على خشبة المسرح أو السينما أو التلفزيون. تعالوا نشوف التقرير ده عن نجاح الموجي. سيداتي يعني سادتي أعزائي الركاب، كابتن جلال بيحييكم ويطمئنكم. الله يخرب بيوت مدمين عربية أرشميدس كده هتطلع لك سناني برعاش نعيم. أفهم في السياسة؟ أنا الشعب. اتهاد بالتاجر في المخدرات قطاع صح ولا هتنكر؟ قلت له صح بس حاجة. فنان نجاح الموجي الذي قدم العديد من الأعمال المميزة والمختلفة على مدار مشواره الفني، والتي تظل أدواره المختلفة حاضرة في أذهان مشاهديه. هتسيب مستشفى المجانين وتعيش مع مجانين تانين، ما هي دنيا تكن العقلين، اوعى تروح بقى في الباي باي. اسمه الحقيقي عبد المعطي محمد الموجي، واشتهر بنجاح الموجي. ولد في 11 من يونيو 1945 في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخة بمحافظة الدقهلية. حرص الموجي طيلة حياته أن يتعلم حتى حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ولم يترك الموجي وظيفته في هذا المجال نهائيا إلى جانب عمله في مجال الفن، حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة في عمله. كله تمام؟ كله تمام يا بيه. شفت عربية كمان كريم؟ أي خلصتها؟ غيرت البوجيهات والكونتينسر والابلاتين وبقت اخر فل. طيب جربتها؟ لا هي ما ضرتش في الحقيقه. ليه؟ انا ما اعرفش، انا عملت اللي عليا والباقي على الله بقى. كان اول من منحه فرصه التمثيل المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم، حين اسند اليه دورا مهما في مسرحيه فندق الاشغال الشقه عام 1969 بعد تخرجه من المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه، اذ بدا حياته الفنيه مع ثلاثي اضواء المسرح في اواخر الستينيات. بعدها انطلق الموجي وتالق في سماء الفن والتمثيل، وقدم نجاح الموجي برنامجا إذاعيا ناجحا بعنوان مسرح الكاريكاتير بعد أن ترك فرقة ثلاثي أضواء المسرح، حيث كانت الأدوار التي كانت تنسب إليه لم تكن ترضيه على الإطلاق. عايز أقول لك يا مرعاش لي إن الأسعار ولعت نار. مش سامع. أنت لا سامع ولا فاهم ولا شايف ولا دافع ولا أنا عايز منك حاجة. أثرى نجاح الموجي شاشتي التلفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التي ترك منها رصيدا كبيرا خاصة في المسرح، أهمها دوره في مسلسل أهلا بالسكان عام 1984، أربعة في مهمة رسمية مع الراحل أحمد زكي. بقى حضرتك عايز ترجع في كلامك؟ تصور انت فكرتني بالزبون اللي عملها معايا مره واحده بس في حياتي. كنت انا وهو متفقين على 10 جنيه وربع. بعدين هو بقى كان عايز يدفع 10 جنيه بس.
بعدين ولا قبلين. لو عند حضرتك وقت نروح نزوره سوا في مستشفى القصر العيني. والكتكات الذي قدم من خلاله شخصية الهرم تاجر المخدرات، والحب في طابة وليهيا بنفسج الذي حصل من خلاله على جائزة الهرم الفضية، والحب فوق هضبة الهرم وطأطأ وريكا وكاظم بي مع الراحل كمال الشناوي. سمو الأمير يا نهار اسود يا جدعان، ده انا طلعت حمار بشكل مش حمار وبس، ده حمار ببردعة وراكبه جحش. قال لي انا عمال علمك واديك دروس ونظريات وانت ننوس عيني عامل نفسك اهبل وبريالة. اخ منك انت، ده انت طلعت ده يا مسيحة. وتوفي نجاح الموجي فجر يوم الجمعة 25 من سبتمبر 1998 بالقاهرة، وذلك إثر أزمة قلبية فاجأته بعد عودته إلى منزله من المسرح، إذ كان يقوم بدوره في مسرحية سيد المرعب. إحنا ما نروحش للحرام، الحرام هو اللي بيجي لحد عندنا. الله يخرب بيوتكم، راكبين عربية أرشميدس. أفهم في السياسة؟ أنا الشعب. اتهاد بالتاجر في المخدرات قطاع، صح ولا هتنكر؟ قلت له صح بس حاجه. بدايه عرض مسرحيه خطف كيوبيد في قاعه يوسف ادريس ومسرح السلام زحمه جدا بالجمهور اللي ملا القاعه. خطط كيوبيد كتابة وأشعار عبد الله الشاعر وإخراج أحمد فؤاد، واللي قابلناه في المسرح وكلمنا بالتفصيل عن المسرحية وسبب ازدحام الجمهور. خطة كيوبيد هي بكورة إعادة افتتاح قاعة يوسف إدريس، ويمكن ده التحدي الأساسي اللي احنا كنا شغالين عليه، إنه إزاي نعيد قاعة ليها كل الرونق ده وليها كل التاريخ ده تاني للحياة، ويكون بعرض قوي يقدر يبقى على نفس القيمة دي. من هنا جت الفكرة ما بيني وما بين أستاذ محسن منصور مدير المسرح والمؤلف عبدالله الشاعر، إنه نشتغل على أنهي تيمة، وفعلا لقينا تيمة الحب اللي اشتغلنا عليها لفترة طويلة في كفكرة الأول، وبعدين طلع لنا منها خطة كيوبيد. خطة كيوبيد ببساطة جدا احنا واخدين رمز الحب نفسه كيوبيد، بس في إطار كوميدي اجتماعي، انه كيوبيد بطل الشغل أصلا، بطل يشتغل ككيوبيد إله الحب، وبس بقى هو دلوقتي واقع في مشكلة انه هو كبر، هو بطل انه هو كبر عن الشغلانة خلاص وبقى طلع معاش، بس في نفس الوقت عنده بنته وابن اخوه بيتخطبوا وبداوا يخشوا في مشاكل، فقرر يرجع تاني للشغلانه عشان يشوف يقدر يحل لهم مشاكلهم دي ازاي. بنطلع من ده بايه؟ بنطلع من ده بانه العلاقات الانسانيه عموما مش بس قايمه على فكره ان احنا نبقى مرتبطين او متعارفين ببعض او متجوزين حتى، قد ما هي قايمه على فكره المسؤوليه دي، ده الكور بتاع الموضوع. وكان لنا لقاء مع أبطال مسرحية خطط كيوبيد الفنانين عبد المنعم رياض وكريم الحسيني وأمنية حسن، تعالوا نشوفهم. أنا بعمل كيوبيد رمز الحب الأيقوني المعروف القديم جدا، ولكن بعمله بفردية خيالية واقعية في نفس الوقت بالتجسيد. يعني بنعمل كيوبيد ده بنشوف بعد ما كبر وبقى راجل عجوز جدا رأيه ايه في الحب، فوقتها بيقول انه لا، فكرة تحمل المسؤولية وفهم اي اتنين داخلين بيحبوا بعض على اللي جاي ده وعارفين هيعملوا فيه ايه، ده اهم بكتير، وهو ده اللي هيخلي الحب يعيش ويخلي الحياة تستمر. المسرح عامة متعة لا يعلمها إلا ممثل المسرح ومتلقي المسرح اللي بيتفرج دايما، لأنها في حالة من الوجبة الطازة اللي أنت بتطلع كل يوم كم المشاعر بكم الحاجات كل دي كل يوم بجد، وبتاخد رد الفعل وقتي وقتها، انت ما بتستناش. لو انت بتصور مسلسل او بتصور فيلم بتستنى بعدها بفتره، انما المسرح مختلف، ليه طعم تاني. انما القاعه اكتر خصوصيه، ليه؟ لانه الجمهور بينك وبينه متر، فانت هو جنبك حضنك جدا، فبتبقى عايز دايما طول الوقت تبقى طبيعي على قد ما تقدر، وتبقى متصدق جدا، وتبقى حاسس ومحسسه طول الوقت بانه انا عارف ان انت شايفني قريب جدا، بخلاف وقفه الاستيج بيبقى فيها شويه من البعد، بتخلق حاله من انه تمام احنا عارفين ان انت بتمثل مسرح، انما هنا اقرب للسينما شويه. دوري في المسرحيه زي ما انت شايفه انا بعمل هيليوس. هيليوس ده المواطن المطحون الغلبان اللي ما عندوش اي حاجه في حياته غير انه هو بيحب سيلين، وعمه اللي هو كيوبيد بيعمل لهم خطه عشان خايف ان قصه الحب دي
ما تكملش يعني. وهو ملوش غيرهم خالص وطيب ومعنوش صحاب معنوش اي حاجة معنوش بيت، فهو بالنسبة لهم هم بالنسبة له كل حاجة. مدهول زي ما انتوا يعني زي ما انتوا شفتوا وملخفن على نفسه يعني نموذج للبني ادم المطحون في الشغل بس علشان يفتح بيت بس ويتجوز بس. وطبعا مع الفرق في الكاركتر التاني اللي انا لعبه بتاع الولد بتاع القهوه اللي هو اللي عكسه تماما. ويمكن العرض ده فيه شويه تحديات لكل الممثلين اللي موجودين، ان احنا بنلعب على نفس على في نفس الوقت قدام الناس، بنغير قدام الناس، بنغير مشاعر وبنبدل مشاعر قدام الناس، بنضحك وبنعيط في نفس الوقت، ومش من الافيهات اللفظيه اكتر من الموقف ومن الكاركتر عامل ازاي. يعني احنا بنقول حاجات عاديه جدا بس الكاركتر لما يقولها يضحك، وده اللي لعبه معانا عبد الله الشاعر الكاتب واحمد فؤاد المخرج، وهما الاثنين مبدعين. انا بلعب دور سيلين بنت كيوبيد. هي بنت طاقه شويتين ثلاثه وعندها شويه كده ايشوز ومخاوف في اتجاه الجواز، مخطوبه لهيليوس ابن عمها. طول بقى القصة أو الحكاية احنا بنشوف مخاوفها دي عبارة عن ايه، بنتكلم عن شكل الحب اللي ما بينها وما بين خطيبها، هل هو قادر ان هو يعديهم بالمخاوف دي والمصاعب اللي أي اتنين مقبلين على الجواز ممكن يعدوه ولا لأ. بس بنشوف بقى كذا اختبار المفروض جوه الحكاية من الأب للبنت والولد، مدى قدرتهم على تحمل المشاكل اللي ممكن تواجههم. والله احنا قعدنا كتير أنا وأحمد فؤاد المخرج وعبد الله الشاعر المؤلف طبعا نتكلم على مين سيلين، هي شبه أي بنت من البنات اللي شبهنا احنا شخصيا يعني. فهي جمع ما بين الحقيقي قوي ما بيننا احنا كبنات وما بين الشخصية الكرتونية اللي احنا بنشوفها جوه الحكاية، احنا بنطرح الحاجة برضو بشكل لايت شوية. ده للشخصية من بره، من جوه بقى كلها شبهنا، شبه اي بنت ليها احلام ليها حاجات نفسها تحققها مثلا مع حبيبها، بتخاف من شوية حاجات بتتكلم عنها. انا برضو مش عايزة احرق قوي الحكاية بس هي شبهنا جدا، بنوتة ما فيهاش اي حاجة مختلفة، عندها شوية بس ايشوز كده في دماغها بتفكر فيها، فاحنا بنشوف ازاي هي بتقدر تتغلب على ده من حبها لخطبها بس كده. كاميرا اكسترا نيوز كان ليها لقاء مع الفنان محسن منصور المدير العام لفرقة المسرح الحديث، واللي اتكلم معانا عن قاعة يوسف إدريس اللي تم إعادة فتحها بعرض خطة كيوبيد بعد إغلاق دام 11 سنة. تعالوا نشوف قال لنا إيه. أنا توليت إدارة المسرح بقالي دلوقتي حوالي 5 أو 6 أشهر. الحمد لله عملنا فيهم 3 عروض. أول حاجة عملنا عرض مسرحية هاملت بالمقلوب، ثم مسرحية حلاوة الحب. وكان بيشغلني حاجة مهمة جدا، إن قاعة يوسف إدريس ديت أنا مثلت فيها في فترة التسعينيات، وهذه القاعة طلعت عدد كبير جدا من النجوم بل من المخرجين والمؤلفين اللي دلوقتي بيتربعوا بشكل مهم جدا على المستوى الفني والثقافي والنجومية يعني. فكان شغل الشاغل ان القاعة ديت مقفولة 11 سنة، فكان هدف رئيسي جدا انه اشوف ايه المعوقات اللي خلت ان القاعة ديت تبقى مغلقة الفترة ديت. العرض دوت كان فيه واجهتنا فكر، هل نقدم عروض من المسرح العالمي او نقدم عروض من المسرح العربي، يعني نقدم عروض برؤى مختلفة وبوجهات نظر مختلفة كنوع من تجريب في القاعة. فكان هدفي ان احنا نلعب على تيمة مهمة جدا وهي تيمة الحب، التيمة مهمة، ده كان بالنسبة لنا ان احنا حالة السعادة وحالة البهجة اللي الناس هتتفرج عليها وتشوفها. من ظهوره الاول في فيلم امبراطورية ميم سنة 1972 لظهوره الاخير في مسلسل هجمة مرتدة سنة 2021، مرورا بعظمة عادل البدري في ليالي الحلمية وحسني في أرابيسك ومحسن الشاذلي في هوانم جاردن سيتي وأكرم ذهني في محمود المصري وهشام أنيس في الراية البيضة، والقائمة تطول في سينما ومسرح وتلفزيون. قال لي الست اللي تقدر تستحمل عصبيتها هي دي نصيبك، واحنا الحمد لله عرفنا بعض وحبينا بعض واتجوزنا في 4 أشهر. كانت تلك الموهبة الكبيرة والحضور اللطيف والتاريخ المهم كله لاسم واحد هو هشام سليم، اللي للأسف ودعنا مبارح، وداعا عادل البدري، وداعا هشام سليم. السلام لروحك يا صاحب الضحكة الدائمة.
خلصت حلقتنا النهاردة، واتمنى انكم تكونوا اتبسطتوا معانا في الإبداع في مصر على شاشة اكسترا نيوز. استنونا دايما هتشوفوا كل جديد عن الفن والفنانين في الإبداع في مصر.